بدر الركابي، دعنا ننتقل إلى أجواء بغداد ليضعنا فيها بدر الركابي من هناك. تفضل بدر. نعم عاد، أجواء جميلة هنا في العاصمة بغداد. أتواجد هنا في ساحة التحرير وبحديقة الأمة، حيث الشاشة الكبيرة التي كانت موضوعة هنا والجماهير البغدادية التي كانت حاضرة هنا وما تزال مستمرة وهي محتفلة بشكل كبير، والآن نزلوا إلى الشارع والجميع محتفل اليوم بفوز ساحق للمنتخب العراقي بخمسة أهداف. بالتالي اليوم جدا جميلة هنا في العاصمة، شهدت من حضر إلى المكان من مختلف المحافظات، ليس في يعني من أبناء العاصمة بالتحديد. بالتالي هي أجواء حماسية جميلة، الفرحة اليوم كبيرة هنا في العاصمة بغداد نتيجة لفوز المنتخب العراقي بهذه النتيجة الكبيرة وبهذا الأداء. الجميع أثنى اليوم على أداء المنتخب العراقي وما قدمه من الجانب الفني والتكتيكي. بالتالي اليوم الفرحة كبيرة هنا والجميع ينتظر الفرحة الكبرى بوصول المنتخب إلى المباراة النهائية ومن ثم الظفر بهذه البطولة وبكأس هذه البطولة. دعني أستثمر الوقت أكثر وأتحدث مع الجماهير المتواجدة من حولي ويعني نستمع منهم لمشاعرهم اليوم ومشاركتهم لهذه الفرحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سولف لي شنو مشاعركم اليوم؟ شو شفتوا أجواء المباراة؟ أولاً هذا المنتخب اليمني وما حد كان متوقع هاي النتيجه 5-0، وان شاء الله للنهائي. وشكرا. ان شاء الله صح. النهائي مساء النور. شفت اداء المنتخب؟ اداء المنتخب واحد على واحد ومفولين، ماكو هيك اليوم. خمسه تتوقعون انه المنتخب يفوز خمسه اليوم؟ يفوز خمسه، يفوز 10، كل شيء يفوز المنتخب. احنا بطل بطل، نهني الشعب العراقي على الفوز ان شاء الله. زين، تتوقعون ممكن انه العراق بهذا الاداء يحقق البطوله؟ ان شاء الله يحقق البطوله ويحقق حتى كاس العالم ان شاء الله 2026. شلون شفتوا المنتخب؟ شنو فرحتكم اليوم؟ والله فرحانين ومتونسين ومنتخبنا بطل واليوم خمسه كامل وبعد ان شاء الله. فريق عم ممتاز، فريق هدا اليوم اداء صدق فرح شعب العراق كله. خمسة ترى مو شوية. لا قول لا قول. الأجواء هنا في التحرير خير. نعمة، شوف الجماهير نعمة، يعني دور بيهم ملعب بعد. نعمة نعمة عمي، ما طول خمسة فزنا هاي بعد وبعد خمسة. النهائي للنهائي، عراقنا قاعد للنهائي. نعم زميلتي، كما شاهدت واستمعتي إلى هذه التفاصيل الجميعة اليوم هنا فرح بهذا الفوز وبوصول المنتخب العراقي إلى النصف النهائي.